السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير. انتصف رمضان، ربنا يدينا يعني زي ما بيقولوا صالح الأعمال، يتقبل مننا جميعا. وانتصف الليل بشوية كمان مشينا وأصبحنا، إن شاء الله ربنا يصبحنا برضاه بقبول أعمالنا. حلقتنا الليلة هتتكلم عن حاجة يمكن ناس كثيرين هابشاهم، لكن ما بطريقة مباشرة: شركات المواد الغذائية القيمة المضافة. وقبل ما أقدم ضيوفي، أسمحوا لي أن أقدم المقدمة دي، لأنها غير إنها مكتوبة ومدعوبة عليها فيها حاجات لازم تتقال. لعقود طويلة ظل السودان يصدر نسبة كبيرة من المنتجات الزراعية والحيوانية كمواد خام، الأمر الذي أفقد اقتصاد البلاد عائدات ضخمة. وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها بعض شركات القطاع الخاص ومبادراتها في تحقيق قيمة لبعض المنتجات، إلا أن الطريق ما يزال طويلاً، خاصة أن السودان واحد من أهم الدول التي تتمتع بمقومات الإنتاج كافة لأجل الصادر في الكثير من كافة لأجل الصادر في الكثير من المجالات. مع دخول أي موسم زراعي كلنا بنشوف التلف الكبير من المحاصيل الزراعية في مناطق مختلفة في السودان نتيجة لضعف التصنيع أو البنيات التحتية أو سوء التخزين. كثيرين بتسألوا اللي بيخلي السودان الذي ربما يكون البلد الوحيد يستمر في تصدير المنتجات كمواد خام، بنقصنا شنو؟ حتى إنه نكون من الدول الرائدة في الزراعة والتصنيع الغذائي لكافة المنتجات، هو نقص في الطاقة الكهربائية، ولا عدم وجود سياسات محفزة للإنتاج، ولا ضعف الإرادة وثقافة الإنتاج ومفهوم الصادر، ولا كل الأسباب دي مجتمعة؟ في منتصف الليلة حنناقش الموضوع ده، حنناقشه بصراحة بصدق بشفافية مع ضيوفي الكرام: المهندس مجاهد جعفر، مدير شركة سوداقم للابتكارات والتنمية. وقبل ما يقول لنا أهلا وأقول له رمضان كريم، يعني أنا سعيدة جدا بالشركة دي وباسمها، لأنه الصمغ العربي ده واحد من الحاجات اللي إحنا قريناها من المدرسة وما كنت عارفة أقرأ الاسم صراحة، فالبشمهندس كتر خيرك وريتني ليها. رمضان كريم وتصوم وتفطر على خير. رمضان كريم وشكرا لكم على الاستضافة وارحب بكل المشاهدين. تسلم. المهندس عمر جعفر، مالك ومدير أعمال وابيا لتصنيع المواد الغذائية، أهلا بك رمضان كريم. يا مرحبا، رمضان كريم عليك وعلى المشاهدين وعلى قناة سودانية 24. تشرفنا أنه نكون يعني من ضيوفكم. تسلم إن شاء الله. الأستاذ أحمد أبو بكر التوم، مدير التسويق بشركة النصر للصناعة والتجارة والنصر للصناعات الغذائية، حبابك عشرة ورمضان كريم عليك. مرحبا، سنة وفر على خير، وشاكرين لسودانية 24 للاستضافة. رمضان كريم لكل المشاهدين. آمين إن شاء الله. خلينا نبدأ معك أستاذ أحمد. الأسئلة دي كانت كثيرة، شنو اللي بيخلينا نحن ما نعمل مواد غذائية؟ نحن نعمل مواد غذائية، لكن انت حقيقة في المقدمة يعني تكلمت عن المشاكل اللي هي الأسباب الرئيسية اللي هي معروفة للجميع. افتكر المشاكل أخذت نصيبة من النقاشات ومن الكلام، يعني عموما السودانيين لهم زمن طويل يمكن من ما بعينا نحن في الدنيا بيتكلموا عن المشاكل، فبعد كده افتكر الناس تكلم عن الحلول. يعني على الأوان الناس تتكلم إنه كيف تعمل خطوات عملية إنها يعني تحاول إنها تحلحل الإشكاليات دي وتمشي قدام، يعني في موضوع الإنتاج والقيمة المضافة دي. معليش أقاطعك أستاذ أحمد، القيمة المضافة يا باشمهندس، يعني شو قيمة مضافة؟ طيب القيمة المضافة طبعاً يعني نحن مثلاً اللحوم بنصدر لحوم حية أو يعني أنعام حية، زي إذا صدرنا بدل ما نصدر مثلا خرفان، كويس، ممكن نصدر يعني نعمل معامل هنا، مسالخ بطريقة يعني حديثة، بحيث إنه نحن نصدر لحوم مذبوحة نستفيد من العظام، تشتغل في صناعات الزراير وصناعات تانية كثيرة جدا، نستفيد من الجلود، صناعة الأحذية والشنط وكده، نستفيد حتى من الشعر بتاع والأحشاء الداخلية، كل هذه بتدخل في صناعات تانية وممكن يعني كقيمة مضافة بدل ما نحن
نبيع مثلا خروف ب $100، اذا عملنا الاجراءات دي كلها ممكن توصل لحد $500-$600 الخروف الواحد، فدي قيمه مضافه. استاذ احمد واصل، لانه كان سؤال بالنسبه لي شنو يعني قيمه مضافه؟ هو ملخص عليك يعني في الاخر انك تضيف قيمه لماده خام وتطلع كل المخرجات اللي ممكن تطلع منه. وعندنا نحن ما شاء الله يعني ربنا حبانا بارض معطاءه فيها خيرات كثيره، واي منتج عنده الخصوصيه بتاعته والحاجات اللي ممكن تطلع منه. انا ممكن اضرب مثل سريع مثلا بالتبلي، يعني التبلي ده يعتبر شجره بيقولوا عليها سوبر فود، ما فيه حاجه بتمشي ويست او مهدره او مهدره، كل شيء بيستفيدوا منه في التبلي، يعني حتى البلب اللي هي الغطاء او اللي بيكون داخل التبلي دي بيعملوها ديكور، الالياف دي بتمشي مع العلف، التبلي ذاته البودره بتمشي بيتم باستهلاكها صحيح، البذور بتم عصرها وبيطلعوا منها الزيت، اللمباز بيمشي علف، فما في حاجه مهدره مهدره. القيمه المضافه هي باختصار شديد، انا يعني ما داير اتكلم قلت لك مشاكل اتكلم حلول، بتبدا من الانتاج الزراعي. نحن مهملين للحته بتاعت البحوث الزراعيه، فلازم نرجع للبحوث الزراعيه وانها هي تحكم المزارع من بدايه الزراعه، التقاوي المستخدمه، طريقه الزراعه، طريقه الري، طريقه الحصاد. عندنا اشكاليه في الحصاد، عشان تضيف قيمه لاي منتج زراعي لابد انه من زراعته وحصاده يتم بطريقه محدده بالذات المواد الغذائيه لانها حساسه، يعني ما صح مثلا اقطع الثمره ادعها في الارض او جنب الـ 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 الحيوانات يعني عموما او في العراسه، لازم يتم حفظها بصوره معينه بحيث انها تضاف عليها قيمه بعد ذاك في التصنيع. ودي بتريح حتى المصنعين، انه بتجيبوا الثمره او الحاجه اللي انا عايز اضيف عليها قيمه دي بتجيبوا يعني شبه جاهزه لانه يدخلها ينتج على طول صحيح، ويضيف عليها القيمه سواء كانت خضروات او كانت المحاصيل عموما يعني. نجي بعد ذاك للحته الثانيه اللي هي التصنيع، التصنيع طبعا عايز بنيه تحتيه وعاوز كهرباء وعاوز يعني حتى العماله وعايز تدريب واهم شيء عايز سياسات. احنا هنجي لده بالتفصيل طبعاً. لكن قبل ما نخش في التفاصيل دي باشمهندس مجاهد، سوده جمل الابتكارات والتنميه المحدوده، وانا قبل قصدت التعريف حق انه انا ما عرفت اقوله اسم الشركه، لانه احنا كجيل تربينا بالصوره بتاعت الزول اللي بالطبق الصمغ العربي، فربونا كده انه الصمغ العربي ده اهم منتج للسودان، لكن للاسف الشديد ما تم فيه ابتكارات وما حصلت فيه تنميه. وحتاخد في سكتك في الاجابه للسؤال الكلام اللي تفضل به الباشمهندس عمر والاستاذ احمد. ايوه، هو طبعا الحاجه يعني انا ما عايز ازيد على الكلام اللي قاله، القيمه المضافه واضحه. ايوه تمام، شرحوها. استاذ احمد اتكلم عن زي ما قال المشاكل دي فترنا منها نحن ذاته، يعني الفيسبوك بيتكلم يعني الله كان يمته ولدي الصغير حيتكلم لك عن المشكله دي. وانا ازيد يعني حتى نحن ما محتاجين حلول، احنا محتاجين تنفيذ للحلول. احنا هسه مشكلتنا شنو؟ ما مشكلتنا تشخيص المشكله ولا العلاج الحلول، نحن مشكلتنا تنفيذ الحلول. يعني اي زول عارف المشكله شنو؟ والحلول. والحلول واضحه وضوح الشمس يعني، واي وزير بيجي بيمسك البلد دي في الصناعه بيكون عارف المشاكل بيخطها له قدامه، انه لازم ندعم الصناعه، لازم نساعد المستثمرين، لازم نوفر لهم، لازم نشيل منهم الجبايات، لازم نقفل الوارد، دار تصدر طماطم وتنتج طماطم اقفل لي ما تجيب لي خام من برا، عشان الزول المسكين اللي جوا الشغال ده بينتج ده يلقى سوق يوزع عشان يقدر يعمل ماس برودكشن عشان يقلل. احنا دارين حلول مش حلول، دارين تنفيذ حلول. الحلقه كده انتهت صح؟ كده حلقه انتهت يعني. انا بالنسبه لي يعني موضوع سياسات واضحه واضح، من الوزير اللي بيجينا كارب كده كارب قاشه ويقعد كده ويصدر القرارات. طيب ما تستوردوا كده، ما تستوردوا كده، ساعدوا كده، ادعموا كده، مولوا كده، دي دايريننا بس. طيب يا باشمهندس خلينا نمشي في ذات اتجاه هذا، لانه موضوع سياسات. قبل كم سنه
كان الكلام برضو واحدة من الحاجات اللي ربونا عليها في جيل كامل، فلنأكل مما نصنع، لأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع. إحنا لا أكلنا مما نزرع ولا لبسنا مما نصنع، بالعكس تماما، إحنا بقينا أكبر دولة مستوردة. فليه يا باشمهندس؟ إحنا نتكلم بالنتائج، خلينا من الشعارة. يعني إذا كان بنتكلم عن أنت ذكرت إنه تنفيذ فترة حقبة زمنية من الزمن كان بتحكم السودان، ده كان شعار الأول. لكن النتائج شايفينها شنو؟ نحن حسي حاليا بنستورد ملابس من الصين وبنستورد من تركيا، والمصانع بتاعة الغزل والنسيج واقفة. خلاص دي ما دي النتيجة، وقفت طباقة الجلود واقفة. وقفت بيتين قبل ما تجي الثورة دي، يعني هي واقفة. صح، نتفق على الحتة دي. تمام، الزراعة في مشروع الجزيرة ناكل مما نزرع واقفة. المصانع اللي بتشتغل حتى كانت في المحالج، يعني مشروع الجزيرة ده فيه محالج برضو كانت واقفة، يعني المحالج دي ما جات إلا أخير بالقطاع الخاص اللي هو بدي يشتغل في شغل الحرج. فهو كان شعار، لكن في النهاية البيزنس ده شنو؟ مصانع، ترحيل كويس، اسمه شنو؟ تعاملات مالية. لو مسكنا السلسلة كلها هتلقى المصانع واقفة، ترحيل واقف، الزراعة واقفة، المصانع واقفة، الترحيل السكة حديد وقفت، الخطوط البحرية بتودي لنا وقفت، الخطوط السودانية بتودي لنا وقفت. يبقى نعم، يبقى النتيجة واضحة خلاص، يعني هنا دمرنا ما نصنع ودمرنا ما نزرع، يعني دي الحقيقة. باشمهندس انت عندك تعليق؟ حصل تدمير كامل زي ما قلت، زي ما ذكر الأخ مجاهد، تدمير ممنهج ممكن نقول، تدمير ممنهج. يعني المهم انه يعني اهم مقومات بتاعت تدعم الكلام بتاع انه ناكل مما نصنع ونزرع ونلبس مما نصنع ده انتهت. يعني زي ما ذكر السكه حديد كانت ارخص وسيله بتاعت ترحيل، انتهت. الحكايه بتاعت الاستثمار مثلا او الدعم الحكومي للإنتاج، للمشاريع الزراعية، بقى الإنتاج عموما مشاريع زراعية صناعية كل حيوانية أي حاجة. المهم في النهاية إنه دي زي ما قال اتدمرت. فأنت يعني عشان تنتج وتقدر تنافس وتصدر برا لازم الحاجات دي كلها كان يعني الحكومة تشتغل عليها. للأسف ده ما حصل. يعني أستاذ أحمد، باعتباركم أنتوا شركة صناعات غذائية، وده القطاع الصناعي اللي اتكلم عنه الباشمهندس، انه اللي هو الزراعه مع الصناعه دي اللي ممكن تودي البلد تمرقه لقدام. نعم. القطاع الصناعي بيعاني من مشكلات كثيره، خليني بس نقول الكهرباء، عدم استقرار الامداد الكهربائي، انا التعبير ده عاجبني، عدم استمرار هي قطوعات كهرباء. هي المشاكل زي ما قال لك كثيره، يعني الطاقه طبعا مش الصناعه بس، هي حاجه الطاقه اساسيه فيها، حتى الزراعه ذاتها محتاجه لطاقه يعني. حتى نحن يعني في الاخر كلها مبنيه على الصناعه، البنيه التحتيه مش الكهرباء بس، يعني حتى الكهرباء والنقل والمواني ودي كلها اشياء بتاثر في الصناعه عموما. عندك بعد ذاك العماله الماهره دي برضه اشكاليه، يعني الخام بتاع التصنيع ذاته، يعني اغلب المصانع بتجيب المواد بتاعتها بصوره بنسبه معينه من برا، يعني عشان تقدر تعمل التغليف بتاعه ولا تعمل العين. حمشي في الحته بتاعت مش مشاكل الصناعه، حمشي في الحته بتاعت الحلول. يعني هو في الاخر القطاع الخاص عموما بدا خطوات كويسه واشتغل، وانا يعني في مجال الصناعي وزملائنا برضو الصناعيين شغالين بحاولوا بمجهوداتهم الذاتيه ومغبراتهم يعني انهم يضيفوا قيمه على المنتجات السودانيه ويحاولوا انهم يعني يصدروها برا ويسوقوها برا. صحيح. نحن في شركتنا يعني شركة مصر اشتغلنا شغل يعني كان مبني على يعني نقوله خبرة كبيرة ممتدة لعقود، يعني بأننا كيف نضيف قيمة للمنتج السوداني وكيف ندخل أسواق عالمية. الحمد لله يعني قدرنا نوصل الصمغ العربي والكركديه والتبلي والدوم وبقية السمسم وكل المنتجات دي نوصلها لأسواق عالمية. حاليا ما شاء الله بتتباع في كل دول العالم كمنتجات، ما كمواد خام، كمنتجات جاهزة. والخام شغله براوي يعني الخام ذاته، يعني في دول انت لا تتبع لا خام لأن الجاهز ما بيسمح به،
وفي دول بتبيع لها الانتاج الجاهز. الحمد لله يعني هسه يقول لك امريكا والمقاطعه وكده، نحن شغالين في امريكا يعني لنا اكثر من 15 سنه بنصدر لامريكا دايركت بصوره مباشره، اوروبا برضه من بدري. ففي الاخر المزاله انك كيف تضيف قيمه بصوره بتاع جوده عاليه، وكيف انك انت تسويها برا عن طريق المعارض الدوليه، عن طريق النتوركينج اللي بيحصل، البرزنتيشن بتاعك لازم يكون برضه بصوره. الحته بتاعت الدوله انها يكون عندها يد في الموضوع ده، انها هي بتساعد القطاع الخاص بتضع عليه سياسات معينه، يعني في اشياء بسيطه مثلا بقدر الامكانيات اللي عندنا دي، اللي هو موضوع الشهادات مثلا اللي هي بقت مطلوبه برا. الليله اوروبا مثلا بعد كم سنه حيقفلوا اي حاجه جايه خام ما عندها شهاده بتاعت سستينابيلتي اللي هي اللي بيقولوا عليها التريسابيلتي. أيوة. اللي هي انه انا المنتج ده عاوز من الرف هناك للباركود بتاعه اعرفه يتزرع وين، ويا مزارع زرعه ونظفه منه وكده. يعني تقريبا الحاجه دي بقت مطلوبه في الاتحاد الاوروبي، فانت حتعمل شنو كسودان عشان تواصل انك تبيع للاوروبيين؟ طيب خلي اشرف باشمهندس اعتباره خبره نقول لما نتكلم عن حاجه زي دي، انه احنا بعد كم سنه مطالبين واحنا منتجاتنا مطلوبه برا، صح؟ يعني برضو خلينا نكون واضحين انه منتجاتنا مطلوبه، شنو العمل اذا كان لحد حس المزارع عنده مشاكل، الصانع عنده مشاكل ومشاكل بدائيه زي ما قال باشمهندس؟ طيب يعني مثلا بالنسبه للشهادات اللي بيتكلم عليها الاستاذ احمد، يعني حاجه بسيطه جدا، ممكن في شركات عالمية طبعا هي اللي بتصدر الشهادات دي، ممكن الشركات دي إذا الحكومة يعني عملت بصورة كويسة ممكن تكون موجودة هنا زي ما هي موجودة في أي حتة. هي أصلا في شركات معينة معتمدة هي اللي بتدي الشهادات الصحية والشهادات بتاعت الإنتاج وكده. أيوة. فنحن أسأل عايزه مثلا إذا نحن عايزين نعمل الشهادات دي إلا نرسل المنتج بتاعنا برا يعملوا له شهادة عشان بعد ذاك يقدر يصدر. لكن يعني دي واحده من الحاجات، لازم تكون عندنا يعني المتطلبات دي كلها تكون موجوده محليا هنا. طيب خلينا نتكلم برضو عن الاراده السياسيه يا باشمهندس عمر، يعني المطالبات دي اذا جات من القطاع الخاص، المقابل لها من الجهه الحكوميه ممكن يكون شنو؟ مواصفات والمقاييس طبعا. يعني مثلا مواصفات يعني دي حاجه اساسيه، المفروض يكون عندهم قسم يعني يصدروا كل الشهادات دي، حاجه بسيطه يعني هي معامل في النهايه ومتطلبات وعمليات. ايوه عمليات اختبارات في النهايه بتطلع الشهاده يعني. تدريب تدريب تدريب، وبعدين بيكون في اوديتنج، بيجوا من برا زي ما قالت الشركات بيعملوا اوديتنج وبدربوا الناس هنا على انهم كيف يواكبوا الجوده ومتطلبات الجوده العالميه. موضوع بسيط هي بس. عندنا ناس يعني هنا في سودانيين عندهم خبرات عاليه جدا جدا في الحته بتاعت المواصفات دي، شغالين في الامارات، شغالين في اوروبا، شغالين في هنا، فما في ما يمنع انه يعني يشتغلوا هنا في السودان بتشجيع من الحكومه. باشمهندس مجاهد، انت قبل اتكلمت عن الاراده السياسيه دي، انه احنا على مدى حكومات ما كان في يعني وزراء عندهم الاستعداد الكبير ده خلينا نقول، لكن برضه في اتهام لانه احنا برضه او بعض الشركات ما عندها اهتمام كبير، حتى قبل استاذ احمد ذكر موضوع التغليف، يتكلم عن حاجات ما عندهم اهتمام بجوده المنتج طبقا للمواصفات العالميه، عشان انا امرق واساهم به برا او انافس. كويس. الحكايه بتبدا يعني الدوله ليها دور كبير جدا، ما في نقاش في الحته دي. طيب انا بنقعد مع كميه من التجار وكميه من الشركات بقول لك انا ما داير وجع راس، تصنيع ومصنع وجوطه ليه؟ بس انا اشيله خام وارفعه ووديه وانتهى الموضوع على كده، اشيله اربح لي 50 دولار 60 دولار كفايه بالنسبه لي. الحمد لله في الطن اللهم لك الحمد والشكر. تقول لي لا يا اخي انت كان صنعته ولا عملته باودر ولا عملت لي كده ممكن تربح
يعني $1000 في الطن. فهو العذاب اللي هيحصل له، هو ما عارف الكلام، العذاب اللي هيمر به عشان يطلع منتج ده، يقول لك هذا انا ما داير. وفي ناس بيقول لك والله دار صادر، انا ببيع جوا بس، بقلب جوا، يعني ابيع لي ده وده يبيع لي ده وده يبيع لي ده. ليه؟ لانه هو شاف الناس اللي بينتجوا بيتعبوا قدر شنو، فهو يقول لك انا ما عايز العذاب ده. لكن لو جاء مثلا في 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 دوله زي الدول اللي بتدعم الانتاج، بيقول لك انا بديك ارض وقرض وانا بساعدك في الانتاج وبسهل عليك الاجراءات وبرفع عنك الضرائب وبوصل لك الكهرباء، بعمل لك خط ساخن وبس، لو اتسهلت له الاجراءات دي الناس بتقول لك تصنع. لكن هو عارف مستوى العذاب اللي هيحصل له من الجبايات ومن الجرائب من شنو من شنو، حتى المتعبه دي كلها. هو بيقول لك انا مالي مال المشاكل دي كلها، وانا مال العذاب ده، انا بس ابيع من مخزني ده وانتهى الموضوع على كده. لكن كلامك ده بيخلينا برضه نسال، هل احنا دوله معيقه للانتاج؟ شو انت زمان فور حق اللي هي يعني ببساطه احنا دوله معيقه للانتاج، ويعني لكن ما فيش اشراقات يا باشمهندس، يعني في اشراقات لشركات كثيره، يعني حسي استاذ احمد هو حسي هنا الضوء في اخر النفق انه يجي بيقول لنا في امل وفي كده، انه في شركات وصلت برا صح، في منتجات وصلت برا صح، مع المشاكل دي مع المعيقات دي كيف؟ مظبوط. ما يعني هي طبعا في النهايه اجتهادات فرديه يعني فرديه، يعني هم المشاكل اللي واجهتهم كلها له طريقه انه يحلوها. يعني ما في دوله في الدنيا ما بتعتمد على الصادر، ما في اقتصاد في الدنيا ما بيعتمد على الصادر. فيعني نرجع تاني نقول انه اذا الدوله ما وفرت للمنتجين يعني قنوات بتاعه الصادر وسهلت لهم الاجراءات بتاعه الصادر، نحن هنفضل في الحاله بتاعتنا دي. يعني حتكون في زي ما قلتي انت ناس افراد يعني او شركات واحده او اثنين او ثلاثه هي القدرة تتجاوز تعمل اختراع، هي دي اهم نقطه قاعده. قال لك شركه واحده واثنين وثلاثه، انا دوله زراعيه واحد اثنين وثلاثه بس بيشتغلوا، انا بتكلم عن الصمغ ده يعني الاف الاف الاطنان انا بنتجها، كيف تكون ثلاث اربع شركات بتشتغل في المجال ده؟ مفترض تكون شركات كثيره جدا تشتغل في المجال ده، الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه السوداقم حسي عندها منتجات خاصه بها، برضه بننتج نحن. شركه سافرنا لايف برضه بتنتج في مجال الصمغ، ناس النصر ناس لهم باع كبير جدا جدا في موضوع. ايوه لكن النقطه المهمه، هل اي زول بيقدر يشتغل؟ لازم تسهل رياده الاعمال عشان الشباب ده ما يكونوا قاعدين عاطلين، عشان الشباب ده ما يمشي يطلعوا برا يمشي يشتغلوا وظائف برا، انت سهل له هنا ينتج عشان هو يبتكر عشان تحصل منافسه. لما يكون في منافسه طوال الاسعار بتنزل بيرتفع لا كده. بينزل الاسعار هنا بينزل الاسعار وبيرفع الجوده بتاعتها بيرفع الجوده أيوه. بتحصل جوده. فيلا هي النقطه المهمه اللي قالها، قال لك ثلاث اربع شركات، انا دوله زي السودان اشتغل ثلاث اربع شركات في مجال بتاع الصمغ بس، وين باقي الشركات اللي بتشتغل في الحته دي؟ فهذه هنا دي اللي بتقدم. يعني انا احس حاليا لو السياسات ممتازه وبتسهل الصادر، شركه النصر لو بتصدر 10 طن في الشهر، في الشهر بتصدر 10 طن بتصدر 100 طن. انا كسوداقم لو بيسهلوا لي ممكن اصدر 50000 طن 100000 طن يعني 100 طن 50 طن او يعني بالطريقه دي. التسهيلات دي مقصود بها شنو؟ هل الاجراءات مثلا عقيمه بيروقراطيه حقت دواليب الدوله ولا شنو بالضبط؟ انا اديك حاجه واحده ولا الفساد عشان برضه نكون واضحين. كله مع بعض كله انا هسه اطلع ورق بتاع صادر، اطلع لي ورق بتاع صادر، بمشي الوزاره تحت التجاره بشيل منها ورق، بمشي البنك بشيل منه ورق، بمشي الغرفه المصدرين والموردين بشيل منه ورق. تخيل دي انا عشان اطلع لي شحنه دي كلها ما في حته واحده، دي كلها عملها يا اخي في حته واحده زي 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 ناس الشرطه يعني مجمع الجمهور، خدت لك الناس زي كلهم مع بعض انتهى الموضوع. ونحن في عصر بتاع تكنولوجيا يعني يفترض انه الحاجات دي انت قاعد في تلفونك تعمل اجراءاتك دي كلها. يعني احنا في القرن ال 22 تقريبا، يعني الحاجات دي المفروض تكون سهله جدا جدا ويعني اي. في نقطه ثانيه، يعني هسه نحن الليله في منتجات بتجينا من برا ارخص من الانتاج بتاعنا المحلي، معناتها عندنا مشكله كبيره جدا. صحيح، يعني باي حال من الاحوال المفروض منتجاتنا دي تكون اقل اسعار من اي حاجه ثانيه عشان نحن لو دارين نصدرها
يكون منافسه يعني. خام الطماطم واحد منهم بيجيبوه من برا، الصلصه دي بيجيبوها من برا. تخيل ان احنا نستورد خام طماطم عشان نعمل الصلصه حقتنا بتعفن في الشارع. هو ده السؤال يا استاذ احمد. انتوا شركه بتصنيع مواد غذائيه. لما تيجي تشوف على السوشيال ميديا بالذات بعد المواسم الزراعيه بتشوف الحسره بتاعت الكتابه، المانجا بياكلوها البهايم، الطماطم المجدعه، الزول اللي بيكورك بيقول تعالوا شيلوا كده. واحنا حاسين الموسم الفات ده، وحتى يمكن بتكون لاحظت انت بتكونوا طبعا كلكم نشطين في السوشيال ميديا، انه الطماطم وقفت معانا يعني رغم ليه؟ لانه ما في صابر. والله شوفي فليه الهدري ده؟ المزعلة دي زي ما قلت لك لها عشرات السنين يعني ما حاجة جديدة. اتراجع عن الأمل الكبير صح؟ تكلموا فيها كثير يعني. خلينا نناقشها حسي بشكل مختلف. إنه يعني مثلا الحكومة عملت ولا الحكومة ما عملت، نحن نرجع لأصل الموضوع. أصل الموضوع ده أصلا الصناعة ولا الإنتاج كان زراعي ولا صناعي هو ثقافة قبل أي حاجة. طيب. ثقافة بنزرعها نحن من الأطفال لحد ما يكبروا يقوموا عليها. فنحن نرجع نراجع تعليمنا في الأول. يا سلام. نراجع أول حاجة الثقافة بتاعت الشغل بتاعت الاجتهاد بتاعت الانضباط في المواعيد بتاعت حاجات كثيرة يعني. يا سلام. المفروض نراجعها في الشخصية وثقافة الهدري برضو. عندنا أمثلة كثيرة يعني الدول حتى نهضت مؤخرا في القرن الماضي مثلا آخر بداية القرن ده نهضت بالإنسان ما نهضت بالريسورسز اللي خلقها العرب. صحيح. فأهم مورد في الدنيا هو الإنسان. إذا الإنسان صلح صلحت الحكاية كلها. فنحن نرجع ماليزيا عندنا بتجربة قريبة جدا اشتغل السيد مهاتير محمد اشتغل على البني آدم علمه شغفه بعد ذاك شوفوا ماليزيا وين هسه. تركيا نفس الحكاية كل الدول اللي حوالينا نهضت بالنهضة بتاعت الإنسان. نرجع لأنه المزارع أو المنتج القاعد في الريف أو قاعد في مناطق الإنتاج ده لازم يتثقف وابنه كيف انه يواصل في الانتاج. تفتح بعد ذاك موضوع السياسات هتسهل للقطاع الخاص انه كيف يخش يستثمر في الحتات دي وفي المناطق دي. انا بجيبه كيف بوفر له بيئه معينه وسياسات معينه هو حيجي يستثمر في اسيا. عندك المانجا اللي بتتكلم عليها دي فبديها مثلا المناطق بتاع الانتاج بتاعتها. نحن الدوله الوحيده اللي هي بننتج مانجا يمكن من 8 شهور أو 9 شهور في السنه. صحيح. في مناطق مختلفه. صحيح. الهند غازي العالم بالمانجا بتنتج 3 شهور بس في السنه. نحن يعني اكثر منهم بضعفين تقريبا زياده. صح. طيب ليه انا ما اعمل مصانع بتاعه تجفيف، مصانع بتاعه كده في المناطق دي؟ المانع ده هو السبب الرئيسي اول شيء في الانسان زي ما قلنا وفي البنيه التحتيه والسياسات. احنا هنيجي نتكلم عن ده بس بعد فاصل قصير. فاصل قصير ونواصل منتصف الليل عن شركات المواد الغذائيه. ازيكم؟ رجعنا لكم بعد الفاصل. لكل الناس اللي يا دوب بدأت تحضرنا، دي حلقة جديدة من منتصف الليل. رمضان كريم عليكم، صوموا تفطروا على خير. حلقتنا بتتكلم عن شركات المواد الغذائية، القيمة المضافة. والقيمة المضافة دي اللي ما حضر الجزء الأول يحضرها في الإعادة عشان يعرف يعني شنو قيمة مضافة لمواد مادة غذائية. ضيوفي فيها المهندس مجاهد جعفر مدير شركة سودا قم للابتكارات والتنمية المحدودة. سودا قم دي يا جماعة الصمغ العربي مباشرة. والمهندس عمر جعفر مالك ومدير أعمال وابيا لتصنيع المواد الغذائية. والأستاذ أحمد أبو بكر التوم مدير التسويق بشركة النصر للصناعة والتجارة والنصر للصناعات الغذائية. كده قبل ما نمشي للمحور قبل الفاصل، هم شركتين مختلفات ولا هي شركة واحدة لكن جزء؟ شركة واحدة لكن مالكة للمصنع يعني اسم العمل بتاع نصر للصناعات الغذائية. قبل الفاصل أستاذ أحمد كنت بتكلم عن حاجة أنا حقيقي وقعت لي في جرح زي ما بقوله، موضوع التعليم. إنه الحاجات ممكن تبدأ من التعليم، تغيير المفاهيم الكبيرة عشان نطلع من الحفرة اللي إحنا واقعين فيها بالسنين ممكن يبدأ بالتعليم. حقيقة يبدأ بالتعليم وبيبدأ من المجتمع. يعني ما قصة التعليم الأكاديمي بس يعني في المدارس، نبدأ من رياض الأطفال ديل، نبدأ من الحي من الحلة زي ما بقولوا، نبدأ من المجتمع بتاعنا. لكن منو اللي يبدأ؟ معلش هي المزالة تبدأ دي محتاجة قيادة.
نحن نكون واقعيين. في الاخر لازم يكون في قياده، القياده دي ممكن تكون رب الاسره، انا ما بتكلم عن قياده الدوله بس، ممكن رب الاسره لغايه الناس المزولين من الحي بتاعهم، لغايه ناس القريه، لغايه ناس المدينه وانت طالع. عشان كده في ناس بتكلموا مثلا على الحكم المحلي وكيف ممكن يتجود الحكم المحلي، ده بيلعب دور في الحته دي، والناس الحله بيلعبوا دور في الحته دي، انه انا اسغف الناس كيف تبدا تميل للانتاج. هسه الحمد لله كمان الناس تعال للجانب المشرق شويه من الكوب. أيوة. يعني زي ما بقول الليله بقى في شباب كميه، ودي اجتهادات فرديه طبعا زي ما قلنا قبل شويه، انهم بدوا يعني يشوفوا ويتطلعوا لانهم كيف يقدروا يبقوا منتجين. يعني حتى السوشيال ميديا والانترنت غيرت في مفاهيم الناس. صحيح. التلفونات دي اليوم كله يتفرجوا، شايفين الناس بدات تنتج، بدات تعمل حاجه من ما في، وشغل منزلي وشغل شويه يزيد، يعني الناس بدات يعني تغير مفاهيمها. والحاجه دي انا مبسوط منها شديد، يعني انه كميه من الشباب حتى اقل من 20 سنه بدوا يشتغلوا وينتجوا ويسوقوا لمنتجاتهم. صحيح. الناس الكبيره او الاوريدي يعني اسر منتجه من بدري، انا مثلا بنحضر من اسره منتجه يعني من الجيل الاول في الثلاثينات القرن الماضي بدوا انتاج، يعني سواء زيوت او غيره وكده، من غرب السودان شمال كردفان تحديدا يعني. ونحن نعتبر الجيل الرابع في العائله، يعني عائله اصلا من بدا صناعيه ومنتجه يعني. الثقافه دي يعني بتلقاها في الاسره بتاعت الانتاج والصناعه وكده، يعني ما حاجه يعني تعلمناها جديد يعني، او دراسه يعني، هي حاجه كده. فانا بقول لك الثقافه عامل مهم. حتى الحاجه دي مش جانب الانتاج بس، الجانب حتى بتاع زي ما قال لك النظافه كبيرة الباشمهندس. صحيح. قال لك الانضباط، الحاجات دي كلها هي ثقافه بنزرعها في الاجيال. الناس طالما طالبت بتغيير خلاص ده التغيير الحقيقي، بس عايز قياده والناس تمشي فعلا في ده. كلام باشمهندس مجاهد جبيل، وانا افتكر عندك تعليق في الحته دي، انه انت قبل اتكلمت وكنت مصير على انه موضوع قياده اكثر من انه تغيير بتاع مجتمع. هو احنا نتفق على حاجتين مهمات. طيب. القياده مهمه، الشعب ذاته عنده دور. القياده في اي دوله لو شفت انها تطورت، لو شفت السعوديه اتطورت كيف؟ قياده. قطر قياده. جنوب افريقيا قياده. اثيوبيا قياده. حتى الله سبحانه وتعالى لما يكون داير يعني يصلح مجتمع حصل فيه مشاكل وشرك وحادث دي، بيرسل لهم نبي يكون قائد. القيادة دي ما فيها نقاش. لكن نجي نحن ذاتنا في ثقافتنا كسودانيين، أنا أتفق مع أستاذ أحمد بشكل كبير جدا، إنه نحن كسودانيين بصراحة يتعلمنا على الكسل. أيوه. الحاجة الثانية نحن بنحب البرستيج. يعني زول يقول له حس حاليا ولدك يعني داير ولده يتخرج ويبقى موظف في دولة ويلبس بدلة أو يبقى مدير، إحنا دايرين كلنا كده يعني. طيب تقول لي ولدك حين إحنا لما الزول تبغى تشاكله يعني ودار تنبزه وتقول لي الزول ده ما نافع، أمشي ودوه المدرسة الصناعية، يعني ودوه المجال الصناعي. فهون إحنا في السودان بنستحقر المجال الصناعي، ونحن من جاك بنتكلم في الصناعة الصناعة الصناعة. أيوة. والفيسبوك كل الشباب الصناعة الصناعة، ونحن بنستحقر الصناعة كسودانيين. يعني ولده يطلع حداد او يطلع نجار او يطلع مثلا كهربائي ولا يطلع كده بيشوفوها. نحن يعني حد الان عندنا عيب، ولو دار زي ما قلت جنيه من ولدك تقول له يلا امشي مدرسه صناعيه وانتهى. فكان في زي مدرسه صناعيه تعتبر من اكبر المصانع الموجوده في الحصحيصه، عملوها الامريكان قبل 80 سنه، مدمره منتهيه خلاص، كلها ورش اي حاجه تدمرت انتهت نهائي. فنحن زادنا في مناطق كثيره في السودان. اي نحن ما مقتنعين بالصناعه، احنا ذاتنا ما مقتنعين بالصناعه، ما دارين نبقى ناس حرفيين. يعني انا كان يعني عاجبني كان السوريين ما شاء الله لاحظت لهم جو هنا السودان، يلا السوري ده انا ناس بشيد بيهم دائما. الناس اللي جو هنا السودان من حرب، يعني زول جاي منهار نفسيا طلع من بلده كويس واموره جايطه في بلد، جاي هنا قاعد وقرا السودان وقرا الوضع وبيقوا من اكبر المصانع. هسه حاليا هم شخصيه سودانيه. ايوه ما شاء بيقوا هسه حاليا مصنعين بيصنعوا البلاستيك. هسه انا قاروره الزيت حقتي من البلاستيك اكثر المصانع ما شاء الله سوريين وشطار جدا في مجالهم. القوالب ذاتها بيشتغلوها سوريين، الاغطيه بتلقوا اشتراها سوريين، بيشتغلوا في مجالات كثيره بتاعت صناعه. ليه؟ لانه لقوا السودان ده شنو؟ فاضي، السوق فاضي ما في اي صناعه.
ما بتقدر يشتغل صناعه، ما بتقدر يشتغل حاجات زي دي. الناس دي كلها دارت تمشي تتوظف في الجهات الحكوميه او تتوظف في الشركات وتسافر برا. طيب بس يا باشمهندس، باشمهندس عمر، مش ممكن دي ذات اللي هي دي عشان انا اضمن عدم المخاطره؟ ما احنا من قبل بدايه السهره كنا بنتكلم عن انه فيها خطوره، انه انا لو جيت يعني في شركات كثيره طلعت من سوق العمل، صحيح؟ صح، بسبب ايوه. فهل دي ممكن تكون واحده من حاجات انه انا عشان امن نفسي وامن مستقبل ولدي ولا بنتي افضل لا تكون موظفه في الحكومه؟ الحكومه دي مهما تغيرت هي حكومه قاعده. احنا المعايير بتاعت النجاح عندنا مختلة، يعني نحن بننظر للتلميذ مثلا انه لازم يجيب نمرة كبيرة في النجاح، لازم علمي، نجاح اكاديمي، ايوه صحيح. اكاديمي بصورة عامة. لكن الدول التطورت دي كلها بتركز يعني على مجالات تانية، سواء كان صناعة ولا تجارة ولا زراعة ولا اي حاجة تانية. حتى يعني اذا نظرنا للناس الناجحين شديد الان في العالم، لاعبين بتاعين كوره ولا بتاعين باسكت ولا رياضه ولا اي حاجه تانية، رجال اعمال او رجال اعمال، قد ما يكونوا اكاديميا كانوا ناجحين يعني، ولا بيعرف يكتبوا بعضهم، ولا في ناس والله ما بيعرف يكتبوا. هسه اكبر مصدرين للمحاصيل الزراعيه والله بكتب يعني الحسابات والتكلفه بيعملها في الواطه، وهو لا بيعرف يكتب اسمه، شاطر وبصدر احسن من اي زول. ايوه. فنحن لازم نرجع لانه زمان كان في مدارس صناعيه، كان في معهد الكليات غيروه عملوه جامعه مثلا، في حينه كمعهد بتاع كليات كان بيخرج يعني مهندسين وبيخرج ناس ممتازين جدا جدا في وقت من الاوقات، يعني حتى فنيين وفي في المجالات الثانيه يعني صناعة الأقمشة مثلا، يعني كان في المدارس الصناعية دي كانت أو التجارية يعني كانت عندها يعني دور كبير في إنه تخرج ناس منتجين ممتازين، ما بالضرورة يكونوا دكاترة ولا يكونوا مهندسين يعني. فالمعايير بتاعت النجاح لازم تتغير من معايير حاجة أكاديمية، النجاح أكاديمي اللي نجاح في كل المجالات الثانية. لكن يا باشمهندس عمر برضو أنا من بداية السهرة دي قلت يا جماعة حنتكلم بصراحة، فاستحملوا صراحتي. دي واحدة من الحاجات الجوباك اللي حصل في السنين الفاتت، إنه التعليم ذاته بقى تجاري، وهو صحيح ما موضوع حلقتنا لكن مشينا جيناه باعتبار إنه التعليم ده هو النواة الأساسية لكل شيء. انه انا لما ادرب الطفل ايا كان نوعه على انه هو يكون منتج عشان يساهم في تنميه بلده، ده حيكون مختلف تماما من انه انا ادربه على انه يكون زول متلقي وحافظ بالضبط، عشان يطلع زول شاطر اكاديمي هو الاول ويزيعوه ويجيبوا صوره ويدوه هدايا وكده، لكن في الاخر ما حيكون. والمدارس بتتنافس في انه والله نحن عندنا مثلا كم واحد ناجح جاب كذا في المية وكذا، عشان شنو؟ والاعلام برضه بيسبب في القصه دي بشكل كبير جدا. ايوه، فبقى التجاره زي ما انت قلت التعليم، الشركات برضه يا استاذ احمد، الشركات برضه يعني بتشجع على مثلا انه اطلع الاول عشان نديك عربيه ونديك كده ونديك كده، كنوع من انواع التسويق للشركه. هو فعلا يعني الناس بقت تستغلها دعايه، لكن هو يعني احنا كده نرجع لموضوع حلقتنا بتاع انه اللي احنا بنتكلم عن القصه بتاعت الاضافه دي، طالما تطرقنا للجانب بتاع التعليم ده يعتبر جزء واحد يعني. لكن هي المزالة مش تعليم بس، هي زي ما قلنا تعليم وثقافة وعقلية حتى يعني، حتى الغاية ذاته لما نجي انت قبل تكلمت عن المحاصيل اللي بيدعوها في صحيح، لأنه تكلفة نقلها وبيعها ما بتغطي حتى صحيح الصفيحة اللي خدتنا فيها صحيح. الليلة نحن لما نشوف النازل في الإعلام صراحة يعني الواحد يعني نفسيته ذاته بتتأثر لما نشوف إنه يعني نعمة زي دي صحيح تكلفتها زي ما بيقولوا ما مغطيه حتى اللي هنا، وتلقى الناس واقفين، الاهالي واقفين تتحسر عليهم يعني على الخساره اللي هم خسرانينها دي. الليله بس لو غيرنا العقليه بس، يعني انا ده ما انت غاد لهم، لكن دي من واقع نظرتي الكليه للمجتمعات اللي شفتها نهضت، انه الليله الناس دي لو بس غيروا عقليتهم واتحدوا مع بعض وحاولوا دبروا ليهم ان شاء الله اي مبلغ بدو به ان شاء الله مصنع صغير في منطقتهم دي بتاع تجفيف. يا سلام.
وغيروا الثقافه بتاعت اولادهم الصغار اللي معاهم اللي بينتجوا معاهم في الحقول دي، انه يا اخوان احنا نقعد بدل نمشي المدرسه نقعد نشتغل، ناخذ نقعد في الواطه نشتغل، نقطع الحاجات دي ونشتغلها مع بعض وفي حته نظيفه، او نمشي المدرسه في الاجازه نشتغل الشغل ده عشان برضو ما يقولوا احنا نشجع على مساله الموضوع ده. لكن ماشي. يا باشمهندس اتفضل. يعني التوعيه، يعني كون انه توعي المجتمع الصغير ده في انه دور الحكومه او دور القياده زي ما بيقولوا، يعني لازم القياده توعي في 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 دول كثيره مثلا بيقوموا بيعملوا حاجات جاهزه للناس، عشان يعني مثلا في ماليزيا زي ما قلت انت قبل بيقوموا بيعملوا المزرعه ويجهزوها بكل المعدات بتاعتها، ويخلوا عائله او اسره تجي تدير المزرعه وتدفع التكلفه بتاعتها على اقساط مثلا. هنا هم خلاص الصناعه بتاعتهم الاساسيه بتاعه زيت النخيل دي قدروا طوروها ومشوها لقدام. فنرجع تاني للموضوع بتاع ان القياده عندها دور كبير جدا في انها توعي الناس، سواء كان في تعليم او سواء كان في تدريب مهني او سواء كان في اي. لكن برضه يا باشمهندس واحده من الحاجات والمشاكل اللي احنا المفروض نتكلم فيها، احنا بقينا خلاص عارفين نهايه سهرتنا لكن لازم نذكرها، واحده من الحاجات اللي بيأسسوا ليها القيادات دي ايا كانت القياده، احنا بنتكلم بشكل حكومي متفقين في كده، التهرب من الضرائب اللي هو ده برضه اضعف لحد كبير الايرادات الحكوميه، وخلى انه الحكومه ذاتها تقول انه انتم ما بتدوني يعني حقيك ضرائب، فبالتالي انا باشمهندس عيطت. الضرائب دي هي المفروض تساعد الناس في الانتاج، يعني ما تكون هي مصدر بتاع دخل للدوله، هي المفروض تكون يعني حاجه تساعد الناس. لكن ما هي حاجه ترضيه يا باشمهندس، انت ما بتدفعها بالتالي ما عندك عندي مثلا خدمات. ما اختلفنا في الضرائب، هي موجوده في اي حته في العالم، لكن لازم تكون يعني محسوبه بطريقه صحيحه، وحتى الموارد دي تمشي تتوظف لشنو؟ لتعليم او توعيه، تتوظف لحاجات مهمه. انا مختلف معاهم في انه في تهرب ضريبي، وفي المظله الضريبيه هي المشكله، هو ما تهرب يعني بالمعنى بتاع تهرب، لكن المظله ما مغطيه كل القطاعات، مغطيه قطاعات معينه. وبعدين مشكلتنا نحن هنا مش الضريبه بس او الضرائب، مشكلتنا انه الجبايات متنوعه ومختلفه، يعني الليل المزارع ده من يبدا يجوه ياخذوا منه الزكاه، يجوه في الشارع ياخذوا منه الناس المحليه، يجوه ناس النفايات، يجوه يعني البضاعه ذاتها او الانتاج ديه بتعرض للعديد من الجبايات، ودي اللي بتؤدي لانه شنو؟ اسعارنا بقت ما منافسه عالميه. الكلام اللي قاله باشمهندس مجاهد، ايوه نعم، ممكن الوارد يكون اقل يعني اقل سعر من بالضبط، ده الحاصل في عديد من المنتجات اللي بتطلع من السودان. فنحن نخلي موضوع الجبايات ده موضوع طبعا داير له حلقتين ثلاثه عديل، لكن احنا فعلا زمننا انتهى، لكن هو دي المشكله بس. يعني احنا بدينا الحاجه دي باعتبار انه احنا الباشمهندس مجاهد كان قال انه الحلول موجوده، المشاكل معروفه والحلول موجوده، التنفيذ نتمنى حقيقي انه حلقتنا دي تساهم بشكل او باخر في موضوع التنفيذ. أنا شكرك جدا المهندس مجاهد جعفر مدير شركة سودا قمل للابتكارات والتنمية المحدودة على وجودك وعلى الكلام الصريح وواضح. ما بحل لنا الكلام الواضح. صحيح. حنقعد نتكلم ونتونس ونتونس، حكومات جات وما في واحد فيهم نفذ، دارين ننفذ. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكرا باشمهندس عمر جعفر مالك ومدير أعمال واضية لتصنيع المواد الغذائية، حقيقة تشرفت بمعرفتك وبوجودك. شاكرين لكم قناة 24، وفعلا الموضوع كان يعني قد ما نكون اتكلمنا في حتتنا تحت الأغذية وكذا، تكلمنا بصورة عامة، لكن يعني زي ما قال الباشمهندس المشاكل اللي احنا عارفينها لازم نواجهها، لازم يتم تنفيذ، والحلول موجودة لازم نشوف لها ان شاء الله تلقى حلول. شكرا لك كثير الاستاذ احمد ابو بكر التوم مدير التسويق بشركه النصر للصناعه والتجاره والنصر للصناعات الغذائيه سليل الاسره المنتجه. شكرا لكم، وانا شاكر لسودان 24 على الاستضافه والموضوع المهم تم طرحه. عندي بس رساله اخيره، انه يا ريت النقاشات تزيد في الحاجات دي، ويا ريت نبدا نوعي جيل الشباب ده على الانتاج، ونصيحه انه يعني الناس تخط الرحمن في قلبها تبدا تشتغل وتتواضع اهم حاجه،
والتوفيق من ربنا يعني. صحيح. في الاخر الناس تبدأ كيف تشتغل يعني المزايا دي بتاعت الانتاج دي مهمه جدا. وحاليا المينز بقت متاحه، تلفون في اليد، السوشيال ميديا قاعده، الابحاث موجوده، جوجل وغيره، فممكن تلقى اي معلومه عاوزها. يا سلام. الإعلام ذاته عندنا دور، حسيت 24 عملت العليه مفترض، زي ما عندنا برامج غنائيه كثيره كده وخلاص قلنا توعيه 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 متفقين على الكلام ده، ما يعملوا برنامج اسبوعي يتكلم كل مره عن كل مشكله وكيف الانتاج والثقافه. خلينا ديري خلاص قول مثلا في التعليم ما قدر يعمل حاجه، خلينا احنا ذاتك كقنوات في الزراعه وفي زي ما بادرت اس 24 في مواضيع زي دي اعملوها اسبوعيه وان شاء الله تستمر. ان شاء الله تستمر، اعملوا اسبوعيه. مشكلة. كل مره نمسك حته نفتفتها بالضبط كده، كل مره نمسك حته نفتفتها، بس نحن ذاته في اعلامنا ذاته كله غنى 70% غنى. يا ريت. وبنصرف قروش على الغنى نحن ذاته، صرف ثقيل جدا، لكن على البرامج المفيده بسيطه. فانا زي حاجه جميله جدا من اس 24. تسلم. الزول ذاته الوضع الحاجه دي مشكور جدا له، انه انا عشان كده قريت المقدمه. آه. لانه لما قريتها حسيت انه حقيقي المقدمه دي تستحق، مدعوب عليها، الموضوع مهم جدا جدا. ان احنا مخرجنا الاساسي ممكن تكون دي وجهه نظري او حلم او شوق حق كثيرين، لكن كويس الحمد لله اتفقنا احنا وحتى الضيوف انه مخرجنا الصناعه والزراعه، ما عندنا مخرج غيره. اتمنى لكم بدايه اسبوع جديده، نحن الليله يوم الجمعه، اتمنى لكم بدايه اسبوع جديده ان شاء الله وسعيده باذن الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، ودعتكم الله.